دجاج بندقلي بعد ما استوى. الحمد لله استوى. بقيت الكرفسي والثوم. الكرفسي والثوم تبدا كده احنا ننزل عليه الحراري. بعد كده يتغلف بالسكريتش ويروح متغلف بالسكريتش زي ما تعودنا معاكم كل جديد وكل ما هو تشتهيه النفس هنقدمه لحضراتكم من طرق طهي الاسماك بحرفيه بطريقه فندقيه عاليه. معانا النهارده الشيف السكره سكره جوهر السويس. حبيب عم احمد يا صباح السعاده والسكر الزياده على احلى متابعين كام جوهر السويس كالعاده. حبيب عم احمد اخذ اللقطه الاول من على المكونات. تمام. ده عباره عن كرفس. كرفس يا جماعه. احنا بنعمل عم احمد جندوفلي. جندوفلي ثوم وكرفس. ثوم وكرفس فقط. فلفل الوان ده تقريبا بسم الله ما شاء الله يطلع لهم فوق الاربعه كيلو 5 كيلو 7 كيلو كده يعني. فلفل الوان. فلفل الوان ده للتزيين عم احمد. نعم ده للتزيين يعني ده اختياري مش اختياري لكن هو اساسا ثوم وكرفس والتوابل. والتوابل ده كده عشان يزين الجندوفلي يبقى ليه منظر حلو. اول ما هتنزل هتنزل بايه؟ هننزل بالثوم. اتفضل بالثوم الاول طبعا. زبده وزيت. زبده وزيت عشان الزبده ما تتحرقش بالظبط كده. وبعدين بننزل بيه ننزل بالثوم. بالثوم معلقتين طبعا عشان كميه كبيره. معلقتين حاجه اسمها ثوم وكرفس. هو عايز ثوم وكرفس يا جماعه. جندوفلي ثوم وكرفس. مجرد ما تفر الثوم عشان ما تتوديش هتخش بالجندوفلي اكيد. هننزل اول بشويه كرفس طعم. عشان ياخد الطعم بتاع الطبقه. لان المكون الرئيسي هو الكرفس والثوم. تمام؟ الله على الريحه. الله على الريحه. فعلا الريحه الشهيه عنوان الطهي الحلو. طبعا. ونبدا نخش بالجندوفلي الكميه كلها. بسم الله. بسم الله ربنا يبارك لصاحبها. طبعا ده الجندوفلي خد غسيل طبعا. مره واثنين زي ما شفنا قبل كده لغايه لما ننزل رملته كلها. كله متفتح كده. احنا اهم مفتحين الجندوفلي. هو بس كان قافل هو ما فتحش يكسر رملته. ويبدا بقى يقلبه بالطريقه المعتاده. وهتنتظر قد ايه لما ينزل ميته؟ 10 دقايق. 10 دقايق هيغطي عليه. لما يبدا ينزل ميته وينزل بالحاجه بتاعتنا ينزل بقى بالمكونات الثانيه. والتوابل. نذكركم دي طريقه جندوفلي كرفس وتوم بطريقه الشيف سكاره. حبيب عم احمد. بص يا عم احمد جندوفلي بص ما تقعش. ماسكه لحمتها فيها. اهو. تمام. لو استوى اكتر من كده هتلاقي اللحمه دي وقعت. بص يعني احنا عاملين نقلب فيها اهو. صحة وعافية على الله يعني الف حبايبنا. وهنحضر تحضير بس ايه تعبئتها فقط. ده الجندوفلي بعد ما استوى. الحمد لله استوى. بقيت الكرفسي والثوم. الكرفسي والثوم تبدا كده احنا ننزل عليه الحراري. بعد كده يتغلف بالسكريتش ويروح متغلف بالسكريتش